أستاذة إسراء، معانا الأستاذة إسراء. السلام عليكم يا دكتور عمرو، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا محتاجه راي حضرتك في تجربه مريت بيها. اتفضلي ولكن بسرعة. حاضر. انا اتفخت خطوبتي من اسبوع وهي استمرت لمده شهرين تقريبا، كان جواز صالونات عادي. عملنا رؤيه شرعيه مرتين، كل مره قعدنا مع بعض حوالي ساعتين في البيت في لوحدنا، وحصل قبول من الطرفين واتفقنا نعمل قرايه فاتحه وخطوب على الضيق في البيت. تمام يا شيخ. تمام. من تاني رؤية شرعية لحد يوم الخطوبة شهر تقريبا، أخدنا أرقام بعض واتكلمنا في التليفون وما كانش فيه مقابلات تانية عشان كان مسافر لظروف شغله. طيب. طبعا قربنا من بعض جدا خلال المكالمات، وبدأ يكون في مشاعر من الطرفين وقد إيه أنا جبر خاطر من ربنا لي، وإن نعمة كبيرة وإن لف كتير عشان يلاقي حد مريح ومحترم زيي. طيب. وأول ما رجع من السفر عشان يجيب الشركة حسيته متغير أو متوتر، ولما سألته قال لي أنا خدت عليك بالصوت لكن لسه ما اتعودتش على شكلك. قلت له مش فاهمة، أنت شفتني مرتين وحصل قبول، إيه المشكلة؟ قال لي المفروض نتعرف على بعض أكتر من كده قبل ما نخطب. الكلام ده كان قبل الخطوبة بيومين ثلاثة وأنا بجهز لكل حاجة ومضغوطة. قلت له المطلوب؟ قال لي نأجل شوية لحد ما ناخد على بعض. قلت له أسفة، ينطب يا كل واحد يروح لحاله. قال لي افتخرت ربنا وحاسس ان الموضوع كله خير، خلاص نخطب ونتعرف على بعض اكتر واللي فيه الخير يقدمه ربنا. واتخطبنا، وطبعا اهلي ما عرفوش اي حاجه عن الموضوع ده عشان ما اكسرش بخاطرهم، وكنا فرحانين احنا الاثنين جدا. وبدا يكون في شويه معلش تجاوزات في معلش الكلام. معلش، الموضوع اللي هو ايه؟ نعم الموضوع، انا معلش الصوت لان حضرتك بتتكلمي بسرعة. الموضوع هو ايه؟ يعني ايه اللي حصل من شيء خبيتوه عن اهلكم؟ انه انا ما قلتلهمش على التوتر ولا خطر قبل الخطوبه، ان هو قال لي انا مش متعود على شكلك وانجل الخطوبه يعني شويه. يعني هذا الكلام انت ما قلتوش لاهلك، لا فكملتي بعد الاستخاره من غير ما تقولي نعم. لاهلك، لان انت خايفه ان الكلام ده، الكلام السلبي ده، يؤثر على موقف اهلك من الخطوبه. بالظبط. كملي بقى، بس تمام. حاولي تساليني السؤال لو سمحتي. نعم حاولي تساليني السؤال. السؤال فين؟ تمام. معلش، بعد حلاوه البدايات دي بدا يقول لي تقول بينا عن حاجز نفسي، ببقى محرج من نفسي وانا ماشي معاكي. ولما قلت لهم انا كنت بنفسي الطول ده اول مره شفتني، قال لي في البيت مش بيبان. بعدين اعتذر وقال لي انا هتعود مع الوقت، البسي كعب وانت معايا بعد كده. ورجع كويس تاني معايا، وبدانا نظبط في الشقه ونجيب الاجهزه، واتفقنا في عاشورا نصوم ونصلي ركعتين توبه لله عن اي تجاوز لنا في الكلام او لمس ايد عملناه قبل كده عشان ربنا يبارك لنا. وقد كان. ومن بعدها رجع الحاجز النفسي ده تاني بتاع فرق طول، وزود عليهم من حس من كلام ان انا مش هقدر اتحمل مسؤوليه الجواز والخلفه مع اني شخص مسؤول وبشتغل. هو خلاص، وانا هو مش هو هو بان خلاص ان هو عايز يخلع. هو تمام. خلاص، هو من اول ما قال لحضرتك ان انا مش قادر اتعود على شكل حضرتك، هو خلاص باين ان هو رايح في سكة الخلعان. انا اسف يعني. تمام. فايه اللي تمام. حصل بعد كده؟ فين السؤال؟ طبعا هو قال لي كل شيء نصيب وربنا يعوضك. السؤال هنا يا شيخ، هل انا غلطت لما صبيت كل ده على اهلي بهدف ان مش عايز ازعلهم؟ لا، وانا كنت هو بحاول الغلط اتعلم. الغلط الغلط هيبان في كلمة انت قلتيها. الكلمة اللي انت قلتيها ان احنا هنصوم عاشوره وندعو الله سبحانه وتعالى ان لو في اي تجاوزات حصلت، فيبدو ان في تجاوزات حصلت. فده الاسفين، التجاوزات اللي حصلت دي، هو ده الاسفين اللي دمر الخطوبه كلها. ليه بقى؟ لان هو كان محتاج يشيل حجر او يضرب الخطوبه في مقتل بان هو يشوفك ان انت قابله للتجاوزات دي. سواء كانت تجاوزات ان انتوا تتكلموا في ساعات متاخره لاوقات متاخره، اي بقى تجاوزات في سياق تدينكم او بالمستوى اللي انتوا فيه يسمى تجاوز اخلاقي. فهو ده اللي اعتمد عليه لما كان بيكلمك ان هو مش هيقدر يتجوزك. زي بالظبط لما حد يقول لك انا في الحقيقه انا عايز اتجوز واحده ما تعملش تجاوزات معايا. بس هو في الحقيقه انت بتساليني ازاي تتجاوزي ده، وازاي انت المساله مش مساله ان انت غلطتي ان انت ما قلتيش لاهلك. لا، انت موجوعه. موجوعه ليه؟ لان حاسه ان انت اتضحك عليكي، ان انت ضحيتي. لا، الحمد لله انت ولا ضحيتي ولا حاجه، الحمد لله ان احنا في عونه والحاجات اللي انت عملتيها نستغفر ربنا عليها. طيب نعمل ايه بقى في ذلك الشخص اللي هو وجعك، لان انت قلتي شويه كلام كده. انا طبعا مركز في كلامك ان انتوا حصل تقارب عاطفي بينكم انتوا الاثنين، فواضح ان انت حبيتيه، فواضح ان انت اكتشفت ان هو ما بيحبكيش. فتعملي ايه في الوجع اللي جوه في قلبك؟ ولا حاجه. الوجع ده هيروح، وادعي ربنا سبحانه وتعالى
ان واحمدي ربنا سبحانه وتعالى ان هو مشي. مشي ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى دبر لك امرك ومشينا قبل ما يكون عندنا جواز وعندنا اولاد. لان الشخص اللي بيجي يقول لواحده بعد ما شافها والله البسي ما اعرفش ايه واعملي ما اعرفش ايه، واضح ان هو مش هيكون بيحس بقيمتها في ذاتها، هيحس بقيمتها في جسدها وبس. ففي الغالب هتكون الزوجه بتاعته هي زوجه فراش، مش هتكون زوجه كامله يستطيع ان هو يكتفي بيها. فهمت يا بنتي؟ فاحمدي ربنا من قلبك، قولي الحمد لله. واضح؟